على غير العاده فاجا التلفزيون اللبناني الرسمي مشاهديه ببث الحوار الذي اجرته القناه الاخباريه السوريه مع امين حزب الله حسن نصر الله والذي كال فيه الاتهامات وشن هجوما على السعوديه وتحالف عاصفه الحزم هذا الإجراء من التلفزيون اللبناني خلف وراءه أسئلة حول ما إذا كان الأمر مسيسا أم جاء بطريقة عفوية إذ إنها المرة الأولى التي يقوم فيها التلفزيون بنقل حوار من قناة أخرى لرئيس حزب خصوصا أن مسؤولي كانوا يرددون دائما أن القناة الرسمية تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية الداخلية والخارجية موضوع مسبقا مسؤولو التلفزيون اللبناني تهربوا من المسؤولية بدءا بوزير الإعلام رمز جريج المحسوب على حزب الكتائب اللبنانية الذي يتزعمه أمين الجميل والمنضوي تحت تحالف الرابع عشر من آذار ومرورا بمدير التلفزيون طلال المقدسي وهو من الطائفة الكاثوليكية الذي يقال إنه جاء إلى منصبه بدعم من رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان وانتهاء بمدير الأخبار صائب دياب الذي يحسب على حزب المستقبل التصرف الاخير من التلفزيون الحكومي اللبناني كان مستغربا من قبل بعض اللبنانيين عدا عن السعوديين الذين هاجموا الخطوه في مواقع التواصل. قام ناشطون لبنانيون بانشاء هاشتاغ تلفزيون مش لبنان منتقدين فيه انضمام التلفزيون لوسائل اعلام حزب الله التي هاجمت السعوديه ودول التحالف منذ بدء عاصفه الحزم التي تهدف لدعم الشرعيه في اليمن. عدنان السوادي العربيه.